باس. لا تتسلقي المرتفعات. برجر كبير ولذيذ. أو أو طائرتي. انتبه. كان ذلك مخيفاً جداً. أيها الجاموس الصغير، لا تتسلق المرتفعات. إذا سقطت قد تتأذى. لن أفعل ذلك ثانية. اذهب إلى المنزل الآن. أوه لا أوه لا، لقب لابرادور، شخص نظرة شقتي. ماذا؟ دلينا على الطريق من فضلك. ما فعله اللص أمر فظيع. دوبي ابدأ التحقيق. لا. انتبه. أثار أقدام. لابد أنها للص. يبدو أن اللص ماهر في التسلق. أثار الأقدام تقود لهذا الاتجاه. ثقب لابرادور أرثر، هناك عنكبوت عملاق على الحائط. عنكبوت عملاق؟ لا، إنه ظل اللص. لنذهب. يا له من يوم. لم يغلقوا نافذتهم. هدف. أبي سوف أخلد للنوم. ليلة سعيدة صغيري. كان ذلك وشيكا. سيد ذئب، ماذا تفعل هناك؟ أنا أستمتع بالمنظر. النقيب لابرادور قال إن تسلق المرتفعات خطير جدا. ما ذلك الصوت؟ أخيرا دخلت. أنت شخص شرير. صغيري، لماذا لم تنم؟ أبي. إياك أن تقول شيئا. سوف أنام الآن. لقد رحل. هذا جيد. هذا يبدو جيدا ايضا. سيد جاموس، انا النقيب لابرادور، افتح الباب رجاء. ما الذي يحدث؟ نشتبه ان لص قد دخل منزلك. لص. في الطابق العلوي. تلك غرفة ابني. صغيري. اللص هرب من النافذة. سأمسك به. لقد أمسكتك. توقف. تريد الإمساك بي؟ يمكنك المحاولة. لا. لا تخف، لا علي. دوبي هيا بنا. توقف. انظر إلي. توقف، هذا خطير. طيب.
لا! ساعدوني! انظر إلي! لن أتسلق المرتفعات ثانية! لا ينبغي عليك سرقة الأشياء! ستأتي معنا! حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تتسلقوا الأماكن المرتفعة. إذا انزلقتم وسقطتم أثناء التسلق، فقد تتعرضون لأذى جسيم. إذا رأيتم أصدقاء آخرين يتسلقون مرتفعاً، فعليكم إيقافهم فوراً أو اطلبوا المساعدة من شخص كبير. رجاءً تذكروا ذلك. البجع الصغير ضائع. أمي مرحبا أيها الصغير، هل أنت بخير؟ لقد فقدت أمي. لا تبكي يا صغير، سنساعدك في العثور على والدتك. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. ما اسمك يا صغير؟ اسمي رمادي. وما اسم أمك؟ أمي. أعني ما هو اسم أمك؟ إنه فقط أمي. حسناً، هل تعرف رقم هاتف أمك؟ ربما 777333. مرحباً، هل أنت أم رمادي؟ ماذا؟ رمادي! ماذا؟ رمادي! هل وصلت تنورتي الرمادية؟ لا شيء، آسف. يا رمادي، هل أنت متأكد أنه 777333؟ لا أتذكر. إذن هل تعرف عنوانك؟ لا، الذي أعرفه فقط هو وجود بركة كبيرة بجوار منزلي. بركة؟ عائلة الإوزة البرية تعيش بجوار البركة. رائع، لنذهب إلى بيتها. من بالباب؟ نقيب لابرادور، هل يمكنني مساعدتك؟ سيد إيوز، هل جميع صغارك في البيت الآن؟ بالطبع، كلهم معي في البيت. الجميع اجتمعوا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لدي ستة أطفال فقط. لماذا يوجد سبعة الآن؟ أين رمادي؟ من منكم رمادي؟ أها، الجميع اصطفوا. أمسكتك يا رمادي. لم نعثر على أي دليل. مثلجات مومو، أحب مثلجات مومو. رمادي، هل كنت تأتي مع أمك إلى هنا أحياناً لشراء مثلجات مومو؟ إذن لنذهب ونسأل. مرحباً، هل يمكنني مساعدتكم؟ آنسة بقرة، هل تعرفين رمادي؟ رمادي؟ ما الذي تفعله هنا؟ أمك كانت تبحث عنك. أين ذهبت؟ من ذاك الاتجاه. أمي! بجع؟ إذن رمادي هو بجع صغير. أمي! أمي فقدت!
إنها هناك. أين صغيري؟ أنا قادرة. لا يمكننا اللحاق بها. ماذا نفعل؟ لدي فكرة. سيدة بجعة، سيدة بجعة. النقيب لابرادور. أخيرا، انظري هناك. أمي. صغيري. أمي. صغيري. أين ذهبت يا صغيري؟ كنت قلقة جدا عليك. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تخرجون مع والديكم يجب أن تبقوا بالقرب منهم دوماً، وإذا أضعتموهم ابقوا في أماكنكم وانتظروهم أو اطلبوا المساعدة من ضابط الشرطة. تأكدوا أيضاً أن تحفظوا أرقام هواتف والديكم وعنوان بيتكم، ذلك سيساعد الشرطة في العثور على والديكم. رجاءً ضعوا هذا في الحسبان. لا تلسعني يا نحل. ها؟ واو، إنه لذيذ جدا. سأخذ كل العسل الذي هنا. أوتش، هذا مؤلم. ابتعدي عني. كان ذلك مخيفاً. من أين أتى كل هذا النحل؟ هل يمكن أن يكون نحلي؟ ماذا حدث لنحلي؟ إنه لص. مرحباً، أنا نقيب لابرادور. ماذا؟ سنكون هناك في الحال. نقيب لابرادور، لقد سرق كل العسل الذي لدي. أرجوك ساعدني. دوبي، لنحقق في مكان الحادث. السياج مكسور، يوجد عسل على الأرض. لنتبع العسل. الآثار توقفت هنا. ما هذا؟ هذا لوح من خلية النحل. بالنظر إلى العسل لابد أن اللص هو من أسقطه. النمل قادم من هذا الاتجاه. من هنا. أسراب من النحل. وقفهم متعاقبين. بسرعة، حافظ على سلامة الجميع. فيو، لا تحاول مطاردة النحل، هذا يزعجهم أكثر. دوبي، لنختبئ في المنزل. انظر إلى النحل، كيف سنخرج من هنا؟ بابيون، نحن محاطون بالنحل، نحتاج لدعمك. أولن، بابيون دائما لديها الحل. إيه؟
عملية النحل. اجمع النحل بحذر. لابد أن اللص في مكان ما هنا لنتبع النحل. إنه هنا. كنت الصغير تأكل من جميع كل تنان. انظر لكل هذا العسل، كله لي. من بالباب؟ نقيب لابرادور، يجب أن أهرب. توقف عندك. توقف، هذا خطير. هذه كذبة. لا يزال هناك الكثير من النحل. معدة أنتون الصغير. هذا مؤلم، لن أسرق الأشياء ثانية. لنأخذه إلى المستشفى. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا صادفتم النحلة فلا تطاردوه، فقط ابتعدوا عنه بهدوء. إذا لسعتكم نحلة فلا تخدشوا مكان اللسعة، اذهبوا إلى المستشفى فوراً. رجاء تذكروا هذه النصائح. لا تلعب مع النمل. الحفارة جاهزة للحفر. الدلو يتحرك. الخبز يتحرك أيضا. لماذا كل شيء يتحرك؟ خبزي. هذا مؤلم. أخي، ما المشكلة؟ ذراعي تؤلمني. مرحبا، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، أرجوك ساعدنا، أخي عضه خبزة. ماذا؟ عضه خبز؟ سنكون هناك في الحال. كل الألعاب والوجبات الخفيفة تحركت لوحدها، ثم عض الخبز ذراع أخي. أيها الصوص الصغير، أين تأذيت؟ هنا، إنها تؤلمني كثيراً. إذن هذا صحيح، خبز يستطيع الرك ويعض الآخرين. توقف. إنه مجرد خبز عادي. احذر من النملة. يبدو أن الصوص الصغير تعرض للعض من نملة كهذه، تبدو سامة، يجب أن نأخذه إلى المستشفى. لا تعضيني يا نملة. أخو الصوص. لقد انصرفت. الكثير من تلال النمل. وهنا أيضا الكثير من النمل. أو لا، اركضا. إنهم قادمون. توقفوا عن مطاردتنا. أسعدا. لن يمكنكم الإمساك بنا الآن. ما زالوا يلاحقوننا. بسرعة. هيا.
بقي بلابرادور، ماذا سنفعل الآن؟ سأتصل ببابيون لطلب الدعم. ها؟ ما هذا؟ إنه نتن. بابيون، نحن مطاردون من النمل، نحتاج لمساعدتك. النمل؟ عرفت ماذا سأفعل، سأكون هناك في الحال. من هنا. الآن لن يمكنكم الوصول إلينا. نحن نصبح أقصر. أوه لا، إنهم يحاصروننا. إنهم يحاولون عودة مؤخرتي. بابيون دائما لديها الحل. قنبلة الرائحة الكريهة. أليست هذه جواربي؟ رائحتها كريهة. أخيرا نحن بأمان. بابيون، إلى المستشفى، الصوص الصغير يحتاج للعلاج. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، يجب ألا تلمسوا النمل أو تقتربوا كثيراً من تلاله. بعض أنواع النمل سامة، إذا عضتكم يمكن أن ينتفخ مكان العضة أو تتعرض حياتكم للخطر. رجاءً تذكروا ذلك. السلامة عند العاصفة الرعدية. هاي، أمسكتم. إنه الرعد، لنذهب إلى المنزل الآن. حسناً. واو، يعسوب آخر، إنه الأخير. هي هي، سأمسك بك. هي. انتظرني صغيرة الزرافة. صغيرة الزرافة، صغيرة الزرافة، أين أنت؟ يوما سعيدا. الجو عاصف جدا. كان ذلك مثاليا. سنجاب طائر صغير. نقيب لابرادور، أرجوك أعبر على صغير الزرافة. ماذا حدث؟ الرعد يدوي وهو ما زال في الحديقة يصطاد اليعسوب. ماذا؟ هذا خطير جدا، انتظر هنا في المتجر، سنذهب للبحث عنه الآن. من هنا. صغيرة الزرافة، صغيرة الزرافة، صغيرة الزرافة، أين أنت؟ انتبه يا دوبي. هذا مخيف جدا. لا تقترب أبدا من أعمدة الكهرباء أثناء العواصف الرعدية. الآن لا يمكنك الهرب. أو لا، إنها تمطر ثانية، علينا العثور على صغير الزرافة الآن.
صغير الزرافة! صغير الزرافة! شبكة حشرات؟ إنها لصغير الزرافة! أوه! أقب لابرادور! لابد أن صغير الزرافة قريب من هنا! أشعر وكأن النمل يعضني! أو لا! أترك شبكة الحشرات! يا! أوتش! شبكة الحشرات مصنوعة من المعادن، لذا فهي سريعة التكهرب. هناك الكثير من المعادن هنا في الملعب، لنغادر المكان. من هنا. ساعدوني. إنه صغير الزرافة. إنه في خطر. هيا بنا. صغير الزرافة. لا تختبئ تحت الشجرة. انتبه. لا ينبغي أن نبقى تحت الشجرة. لنذهب. سأتصل ببابيون لطلب الدعم. توقف. إجراء المكالمات الهاتفية أثناء العواصف الرعدية يمكن أن يجذب البرق. هل الأمر بهذه الخطورة؟ إذن ماذا سنفعل؟ لنذهب لمنطقة منخفضة. من الصعب أن يضرب البرق هناك. من هنا. من هناك. لنذهب لمكان آمن الآن. صغير الزرافة، كنت قلقا عليك كثيرا. لن ألعب في الخارج ثانية أثناء العاصفة الرعدية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تكون هناك عاصفة رعدية يجب عليكم البقاء في منازلكم أو داخل السيارة. إذا كنتم بالخارج فلا تقفوا تحت الشجرة أو بجوار جدار مبنى. تجنبوا أعمدة الكهرباء وخطوط الكهرباء. أيضاً لا تجروا مكالمات هاتفية أو تلمسوا الأجهزة الإلكترونية، ولا تلمسوا أي شيء معدني وإلا قد تصعقون بالكهرباء. رجاءً تذكروا هذه النصائح. فواكه برية خطيرة. أوه لا! لا أستطيع التحمل أكثر من هذا! ما هذا؟ فاكهة حمراء؟ تبدو لذيذة جداً! واو! لذيذة جداً! واحدة أخرى! واحدة أخرى! سأخذ كل الباقي! ما الذي حصل لبطني؟ هذا مقرف! تفضل! شكراً! الكثير من الطعام اللذيذ، رائحته شهية. يام، إنه مقرب. ما تلك الرائحة؟ أهربوا! إنها نتنة جدا. لا أستطيع تحملها. انتبهي سيدة خل، هل أنت بخير؟ أنا بخير، علي الذهاب. انتظري، كرسيك المتحرك. هذا غريب، هاتك الرائحة. بابيون، اكتشفي مصدر الرائحة. دعي الأمر لي. هي.
إنه وقت عرضي وأنتن الصغير. اذهب واتبع الرائحة. تن 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 تن. لنواصل المسير. وأنتن الصغير بارع في تتبع الروائح. تن 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 تن. ماذا حصل له؟ لقد نسيت، إنه لا يتحمل الروائح الكريهة. لا تقلقا، لنمنحه درعاً واقياً. ها تن 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 تن. وجدتها، الرائحة قادمة من هذه السيارة. لماذا تتمايل السيارة هكذا؟ لنتبعها. هذا مقرف. بطني، أين الحمام؟ رائحة نتنة. ما هذه الرائحة؟ البيانو. ساعدوني. انتبها. كان ذلك وشيكا. واو بابيون، كان ذلك مذهلا. بالطبع. تمسك جيدا. نحن بأمان الآن، هذا مذهل. دوبي، لا تخرج رأسك من السيارة. بطني يؤلمني كثيرا. يا ذئب، أوقف السيارة. أوه لا، لقد أغمي علي. سوف نصدع. إنها عائلة الوزي البري، انتبه. المخلب الطائر. اهربا يا صغار. يا ذئب. ما هذه الفاكهة؟ أظن أنه مرض بعد تناول هذه الفاكهة البرية المجهولة. لنأخذه إلى المستشفى. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، قد تبدو بعض الفواكه البرية جميلة، لكن لا يجب أن تلمسوها أو تأكلوها. يمكن أن تكون الفواكه البرية سامة، وإذا أكلتموها قد تصيبكم بالمرض أو حتى تعرض حياتكم للخطر، لذا لا تأكلوها أبداً. رجاءً تذكروا ذلك. ماذا نفعل إذا صادفنا الأشرار؟ أراك غداً. أراك غداً. هيا يا صديقي، لنرى الوجبة اللذيذة التي لديك هنا. هذا لي. هيا. دعني فقط ألقي نظرة. لا، أعدها لي. سيارة ألعاب، أعجبتني. أعجبتني هذه. لقد فرغ. اذهب للبيت وأحضر لنا كل ما عندك من الوجبات الخفيفة، فهم؟ إذا أخبرت أي شخص فستواجه مشكلة كبيرة. أيها القط الصغير، هل أنت بخير؟ أنا يا إلهي صغيري، لماذا أنت في هذه الفوضى ثانية؟ سيدة بطة، هل كان البط الصغير هكذا من قبل؟ أجل، هذا ما يشعرني بقلق شديد. أيها نقيب لابرادور، أرجوك ساعدني.
أيها البط الصغير، رجاءً أخبرني بما حدث. أنا إذا أخبرت أي شخص فستواجه مشكلة كبيرة. أنا بخير، لقد وقعت فحسب. أنا ذهب إلى البيت. صغيري اصبر. البط الصغير يتصرف بغرابة، أظن أنه يتعرض للمضايقة. ماذا؟ لابد أن شخصاً ما هدده. لدي فكرة. راقب البط الصغير، ربما يمكننا معرفة من يضايقه. ابقى هادئاً. انظر هناك. البط الصغير يخرج. لنتبعه. مثلجات شوكولا لذيذة، اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا. واو، مثلجات. إلى أين ذهب؟ أيها البط الصغير، إنها لذيذة جداً. صديقي، تعال إلى هنا. قلت تعال إلى هنا. هذه لك أيها البط الصغير. إنها حشرة. زمان. ضعه في سلة المهملات. توقفوا، دعوه وشأنه. إنها الشرطة. يجدني. لدي فكرة. وجدناه. لا أحد يستطيع الهروب مني. ستأتون معنا إلى مركز الشرطة. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا شخص ما ضايقكم فلا تخافوا، تذكروا بأن تخبروا شخصاً بالغاً يمكنه مساعدتكم. إذا لم تخبروا أو تطلبوا المساعدة فلن تتوقف المضايقة. يمكنكم الوثوق بأبويكم ومعلميكم والشرطة، هؤلاء هم الذين يمكنهم مساعدتكم. كونوا أطفالاً شجعاناً. الإخلاء عند الزلزال. أخيراً حصلت عليها. سيدي، هذا لك. ماذا يحدث؟ أوه لا، إنه زلزال. تأكدا من سلامة الجميع. توقفوا، ابقى
تلقوا هادئين جميعا. غطوا رؤوسكم وابحثوا عن مكان آمن للاختباء. البط الصغير أسرعا تحت الطاولة، تمسك جيدا. انظروا إلي، اختبئوا بالقرب من الأعمدة وفي الزوايا وتحت العدادات. ابتعد عن النوافذ، يمكنها أن تنكسر. تعد المراحيض أماكن جيدة للاختباء لأنها صغيرة وقوية. إذا سأبقى هنا. هل توقف؟ من الممكن أن تكون هناك هزات ارتدادية لنخلي المكان الآن عبر مخرج الطوارئ. اصطفوا ولا تدفعوا الآخرين. من هنا. المساعد سيكون أسرع. أسرع أسرع، لقد وصل. أوه توقف. المصاعد يمكن أن تتعطل في أي وقت، لذلك علينا استخدام مخرج الطوارئ. لقد فهمت. أديو. كان ذلك مخيفا جدا. كان كذلك حقا، شكرا على إخراجك. أنت الصوص الصغير. أجل أنا الصوص الصغير. أين بطي الصغير؟ البط الصغير، البط الصغير. سيدة بطة، ماذا حدث؟ بطي الصغير مفقود. ربما لا يزال في المبنى. بابيون ابقي هنا وحافظي على سلامة الجميع. عارف. دوبي تعال معي لنصعد عبر مخرج الطوارئ. أثار أقدام البط الصغير. دوبي من هذا الاتجاه. أيها البط الصغير، أيها البط الصغير. دوبي هل أنت بخير؟ أنا بخير. إنه البط الصغير. أخرج أرجو. دعها فحسب. انتبه. إنها هزة ارتدادية، اختبي الآن. لا، إنهم في خطر. لقد توقف، لنخرج من هنا. انتبها. نذهب. لا. صغيري جدتي. صغيري أنا
جدا لأنك بأمان. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا حدث زلزال أثناء وجودكم في مركز تجاري أو محل كتب أو قاعة عرض، فلا داعي للضعف، ابقوا هادئين. إذا كنتم بعيدين عن مخرج الطوارئ، فاختبئوا في أقرب مكان آمن. اختبئوا تحت طاولات أو أثاث قوي، أو اجلسوا بالقرب من عمود أو في زاوية الجدار، وغطوا رؤوسكم. ابتعدوا عن النوافذ والرفوف واللوحات الإعلانية والمصابيح المعلقة، قد تنهار أو تسقط بسهولة. انتظروا حتى يتوقف الاهتزاز، ثم قوموا بإخلاء المبنى عبر مخارج الطوارئ. لا تستخدموا المصعد أو السلم الكهربائي أبداً، واتركوا أغراضكم. وف! لا تأكل الطعام المتسخ. سيد ثعلب، أريد واحداً. حسناً، انتظروا قليلاً. خذي، خذ، تفضل. ما هذا؟ سيد ثعلب، ما هذا الشيء الأسود؟ إنها مجرد شوكولا. يبدو أنك أحببت سلطتي. سأعطيك واحدة أخرى. شكراً. بطني تؤلمني. أين المرحاض؟ لماذا يوجد أناس كثيرون هنا؟ إنهم لا يبدون بخير. نقيب لابرادور، جميع هؤلاء أصيبوا بتسمم غذائي. هناك خطب ما. تسمم غذائي؟ دوبي، رجاء اكتشف ماذا أكلوا اليوم. مرحبا يا صغير، كيف تشعر؟ لقد استخدمت المرحاض 3 مرات. هل تتذكر ماذا أكلت اليوم؟ تناولت المثلجات وسلطة الفواكه وكعكة. لا، أحتاج دخول المرحاض مجدداً. سيدي، ها هو التقرير. جميعهم تناولوا المثلجات والكعكة وسلطة الفواكه. لنذهب للتحقيق مع هذه المتاجر. لست أنا، متجر الكعك خاصتي موجود هنا منذ 100 عام. لم يحدث شيء كهذا منذ أن كان جد جدي هنا. لست أنا، أنا متأكدة أنه لا يوجد مشكلة في مثلجاتي اللذيذة. انظرا، مثلجاتي سليمة. ماذا؟ هل تشكانني؟ متجري نظيف جداً، كل سلطة فواكه أختارها بعناية بنفسي. وأوعيتها بنفسي. واو، أحب سلطة الفواكه، أريد واحدة من فضلك. اختيار رائع. لا أظن أنه يوجد أي مشكلة في تلك المتاجر. لا تأكلها. شممت رائحة فاكهة متعفنة في سلطة السيد ثعلب في متجره. لابد أنه يخفي شيئاً. ماذا؟ أليس ذلك السيد ثعلب؟ ماذا يفعل هناك؟ لنذهب ونتبعه.
الفاكهة المتعفنة في كل مكان. لقد صدق ضابط الشرطة كل ما قلته. لا تهمني الفاكهة الفاسدة، أنا لا آكلها على أي حال. سيد ثعلب، كنت أنت من تسبب في مرض الآخرين. الشرطة، تعال معنا إلى مركز الشرطة. أنا سأربط. أراكما لاحقاً. يمكنك استعادتها. إنها مقرفة جداً. لا تريد أكل الفاكهة الفاسدة، أليس كذلك؟ أنت سيء جداً، ستذهب معنا إلى مركز الشرطة. بطني، أرجوكما خذاني إلى المستشفى أولاً. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، افحصوا طعامكم قبل أكله. إذا بدا متسخاً أو متعفناً أو انتهى تاريخ صلاحيته فلا يجب أن تتناولوه. يمكن أن يسبب الطعام الفاسد في آلام في المعدة وحتى التسمم الغذائي. رجاءً تذكروا ذلك. المطبخ الخطير. رائحتها شهية جدا. صحنان معكروناتنا المميزة. واو، تبدو لذيذة جدا. سيد باندا، معكروناتك رائعة. هذا بفضل خلطة التوابل السرية خاصتنا. خلطة التوابل السرية؟ أجل، الوصفة التي ورثناها أباً عن جد. هذا صحيح. صحناً آخر من فضلك. إذا حصلت على خلطة التوابل السرية فسأكون قادراً على إعداد المعكرونة اللذيذة أنا أيضاً. رائع. صحناً آخر من فضلك سيد باندا. خلطة التوابل خاصتي. ماذا حدث؟ لنذهب ونلقي نظرة. سيد باندا، ما المشكلة؟ نقيب لابرادور، خلطة التوابل خاصتي اختفت. ماذا؟ لقد ورثتها من عائلتي والآن اختفت. أرجوكما سعيان في العثور عليها. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. إذا سرقت فلا بد من وجود أدلة تركت هنا. دوبي، لنفترق وننظر في المكان. اللفت هناك. إنه طحين فقط. أثر أقدام؟ يبدو أن اللص اقتحم المكان من النافذة. هذا غير معقول. سوف أمسك اللص. انتظر، قد يكون اللص لا يزال هنا. ماذا؟ انظرا، لا توجد آثار أقدام غادرت المكان.
إذن لابد أن اللص لا يزال هنا. لا يمكنك الهروب. لقد أمسكت بك. توقف هناك. سيد قرد، لقد كنت أنت. المعكرونة. لم أسرق خلطتك. يمكنك تفريشي إن أردت. إذا لم يكن السيد قرد، فمن الفاعل؟ أظن أنني أشم رائحة خلطة التوابل. اتبعاني. الرائحة قادمة من الأعلى هناك. يوجد مطبخ آخر في الطابق العلوي. تعال هيا بنا. طماطم، جزر، فطر، خيار. أنا أفضل طباخ في العالم. واو سيد طباخ. الطوابل السرية هنا. إنها بتاتي. بسرعة. انتبهي. علينا إرسالها إلى المستشفى في الحال. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تلعبوا أبداً في المطبخ. يوجد سكاكين وأدوات حادة وماء مغلي وأجهزة كهربائية في المطبخ يمكن أن تؤذيك. أيضاً على الآباء مراقبة أطفالهم عندما يكونون معهم في المطبخ.